أهم خطوة والواحد ما يقدر أصلاً يبلش الدايت ماله جدول الغذائي سواء لصعود العضلي فتنس نزول الوزن إلا ما يبلش بخطوة التمتشل إنه يشتري ماكلته وأكله. شلون يسويها بالطريقة الصحيحة؟ هنسولف فيها. هدفنا اليوم من التمتشل الصحيح الاستمرارية ونوفر فلوسنا جوبنا ما يحتاج اليوم إذا احنا ما اشتركنا في أحد الوجبات الصحية نسوي الدايت والتمتشل بشكل خاطئ. خلنا ناخذ هذه النقاط. أول شيء طبيعي أنا راح أروح الجمعية أو راح أطلب من أحد خلينا نقول التطبيقات المنصات الابليكيشنات الموجوده حاليا بالسوق اللي مسهله علينا الموضوع. شلون انا اختار او اسوي هذا الجروسري او التمتشل بالشكل الصحيح؟ اول واهم شيء واللي يسوونه حتى من خلينا نقول ابهاتنا امهاتنا الحين تعرفون لما مثلا يطارشون احنا العيال ولا مثلا خلينا نقول السايق الموجود بالبيت شنو يعطونا لما نروح الجمعيه عشان لا يخربط؟ يعطونا دائماً لسة مكتوبة فيها 1 2 3 4 وهذه اللسة اليوم نفسها اللي شايلها السايق أو إحنا إذا رحنا الجمعية ترى شلون راح نسويها بس مسقطة علينا إحنا. زين أنا جدول الغذاء اليوم موجود والله لازم أكل بيض لازم أكل عيش لازم أكل مثلاً بروكلي لازم أكل دي آي بلا 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 بلا, بلا إلى آخره. هذا راح أسجله ولما أروح الجمعية هذه او هذول الايتيمز وياي وانا قاعد اتمشى داخل الجمعيه راح اخذ الايتيمز واحطها. اذا طاحت عيني على شيء والله كنه يبيله لا تاخذ عزيزي لان راح تطلع برا عن جدولك وراح تدفع فلوس زياده انت في غنى عنها. وهذه اليوم اغلب الشكاوي اللي احنا نسمعها انا بسوي دايت والله الدايت مكلف. هذه احد اسباب ان انت اليوم تخليك تدفع زياده بسبب شيء انت منت محتاجه. ها وبعد في شيء مربوط يا على بالي سالفه هذه الاورجانيك والمدري ناتشرال 100% ولو فات ولو كارب وهالدنيا هذه حطوها كلها بخلاط كذي مع بعض هي اللي راح تاخذ من جيوبكم. لازم واحد يكون اليوم تكتيكي ذكي داخل الجمعيه. ترى ما يحتاج اليوم الدايت يكون له لستة خاصة. ترى من الشغلات العادية اليوم أنت تقننها طريقة طبخة تكون عدلة. الخطوة الثانية اللي هي ما بعد التمتشل شرينا أغراضنا كملنا جدولنا الغذائي رحنا اليوم للبيت. هالخطوة مهمة مثل ما التمتشل ضروري اللي هو الستورينج التخزين اليوم داخل البيت. شلون نخزن؟ أنا أعطيكم مثال على بيتنا، أوكي؟ إحنا بيتنا شوية الوالدة الله يحفظها ويطول عمرها ما أدري إذا تصير عندكم ببيوتكم ولا لا. كل شيء داخل ثلاجة. زين لحظة أنا جايب مثلاً دقوس، جايب صلصة، جايب كذا، راح الثلاجة تبطل الثلاجة كلها كذي من ترسة. زين ليش؟ لازم نعرف اليوم شلون نخزن ونعطي كل حق ذي حقه. اليوم الصلصات البهارات ما لها داعي تروح الثلاجة علشان نطول اليوم في عمرها لازم تبقى برا الثلاجة. الثلاجة مخصصة حق الخضروات الفاكهة الطازجة قاعد أتكلم عنها أنا بعد شو راح نسولف عن شيء ثاني. مخصصة حق الألبان منتجات الألبان بشكل عام الروب الحليب وكذا. إنزين الحين نبي نستخدم هذه الأغراض اللي قاعد تروح الفريزر اللي قاعد تروح الثلاجة اللي قاعد تروح الدراي ستورج خلينا نسميه اللي قلنا عنها البهارات. كل واحدة لها معايير خاصة. على سبيل المثال الدراي ستورج لازم يكون في مكان فيه تهوية جيدة درجة حرارة الغرفة لا هي باردة لا هي حارة مو معرضة دايركت للشمس. مثلا تدرون مطابخنا ساعات فيها جامات درايش فما نبي شيء يكون دايركت عليه بالشمس. الثلاجة تكون من 1 ل 4 مو انزل عشان لا يصير ايسنج على الشغلات الموجودة.
الفريزر ماينس 4 ونازل والى اخره. في شغلات لازم تكون حتى ماينس 16. تم سولفنا عن الشغلات المثلجة ونبي نوفر فلوسنا بنفس الوقت، ها، وناخذ الفائدة منها، القيم الغذائية. انا جدا انصح بالشغلات اللي لما نشتريها من الجمعية تظل عندنا اكثر فترة ممكنة. فنبي لها شغلتين نسوي فيها. واحد، خلنا نشتري الفاكهة والخضروات المثلجة ونستخدمها على مدار السنة، لا بل على السنتين، حتى لو تلاحظون دائما عليها سنتين الاكسبايري ديت. سبانخ، البروكلي، البيريز وربعها، وايد شغلات. اي فاكهه على بالكم ترى موجوده داخل جمعيه ومثلجه. ادري في ناس تقول لا والله خلنا ناخذ اليوم الفريش لانها طازجه لانها احسن. المثلجه مقطوفه اليوم من المحاصيل من دول العالم، مغسله على طول، تثلجت وصلت لنا مثلجه، توصل داخل البيت كذلك مثلجة. فبالعكس هي فرش ساعات أكثر من اللي نعتقد إنه فرش داخل الجمعية. الشيء الثاني لازم ندير بالنا عليه علشان نوفر في ماكلتنا والدايت ما يصير غالي، اللي هو نظام الفيفو، نسميه داخل المطابخ المركزية على هذا الاسم. شنو يعني فيفو؟ First in, first out. الشغلات اللي شريتها أنا من الجمعية الأولى، خلينا نقول مثلاً بالأسبوع الأول حطيتها داخل الثلاجة، بعدين رحت الجمعية الأسبوع الثاني أو الثالث دخلتها داخل الثلاجة، جزء من الشغلات اللي شريتها ذاك الأسبوع كانت داخل، خل أحطها شوي برا والشغلات الجديدة أحطها داخل، واستعمل الشغلة اللي شريتها من الأسبوع الأول. أنا أدري صارت بطتنا بطتكم، لكن هي سهلة حيل لما احنا نسويها سهلة، بس لما تنقال شوي ممكن تكون يعني ملخبطة. كذي بهالثلاث نقاط هذه اللي غطيناها صار الدايت نقدر نستمر عليه لفترة طويلة بالنقاط المهمة اللي اعتقدها من وجهة نظر ان اليوم التمتشل ضروري ويخلينا نستمر اذا سويناه بالشكل الصحيح. صار اقل تكلفة، صار سهل وآمن. طبعا النهارده اللي هو التشيكن زعتر مع البرغل. البرغل معمول على طريقه، مطبوخ على طريقه الرز اللي هو العيش. عندنا البرغل مع الصوص اللي هو سويت برغل، تمام، طبعا كميه البرغل احنا بس بنحط شويه زياده عشان خاطر موضوع التصوير. والدجاج بالزعتر بالمارينيشن او متبل بالزعتر وزيت الزيتون ومطبوخ في الفرن مع بعضه. تقريبا دي 100 جرام. شوفوا حضراتكم الزعتر بعد الاستواء، بعد لما بنطبخ بالمارينيشن بتاعه وبتدخل داخل الفرن بيعطي نكهة غير طبيعية. ليه؟ لأنه الزعتر بطبيعته يعني من الأعشاب المهمة جدا، مع الدجاج فبدي تيست عالي جدا. طبعا ده الصوص حسب الرغبة، ممكن من 20 إلى 15 جرام. مع الجارنيش.
بكده بنكون احنا انتهينا من طبق اليوم. بألف هنا وشفا وصحتين وعافيه.